في إطار الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع كافة أبناء البحرين، استقبل سموه حفظه الله في مجلسه الأسبوعي بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع. وقد رحب سموه حفظه الله بكافة رواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من التواصل الذي يحرص عليه المجتمع تكريسا لسنة الأباء والأجداد ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة. وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من صرح جامع لكافة أبناء المجتمع في صورة تعكس هوية البحرينيين التي جملت على المحبة والخير، منوهين بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.